يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الأدم؟ هل هو ما هو الإدام؟ هل هو اللحم أم الخضروات؟ الأدم ما يسوغ الأكل، ما يسوغ الأكل من الزيت أو زيت الزيتون أو غيره، صبغ للآكلين. نعم، ما يسوغ الأكل، لأن يعني الإنسان يحتاج إلى شيء يسوغ له الخبز، يسوغ له طعام وشراب. هذا اللي الأدم ما يسوغ الأكل. نعم، هو لازم اللحم. نعم.